السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرنامج كيني كلنك جبرتي أو مانتا أنكو رايسانه إنو عالم يحل إرى الصوماليات سيد نذير سيد نور أو حكا قرح وحنكا بارا تاريخ دا إسلام برنامج كمانتا وحكا قرشا كيني إن سيد إسلام كسو غاري جيسك أفريكا إيو كوحاها إسلاميين تا أما مقعيضا إسلام كوتا إيو حركات كإسلامي أه جيسك أفريكا إيو سيدي أسو كالهوريين ayaan si guud ugu falanqeynaynaa ku soo dhawow barnaamijka sayidna waan dhawahay waan naasan tahay muslimiinta dhan halka aan ka salaamaya ramadaankana waxaan leeyahay ramadaan kariim allah inaga aqbalo alxamdulillahi rabbil caalamiin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi tayyibiina taahiriin hadii aan ku horeyno diinta islaamku sidee bay geeska afrika ku soo gaadhay ama dhulka soomaaliyeed geeska afrika dhulka la yiraahdo oo waagii hore ta magaciisa badanaa de bilaadul habasha uu lagu idlaaqi jiray waxay soo gaadhay diinta islaamku xilligii rasuulkeenu salawaatullahi wasalaamu calayhi uu dacwada islaamka kaga baaqay jasiiratul carab oo kii asxaabu rasuulillahi qayb ka midihi ay u soo haajireen etoobiya sanadkii shanaad ee dacwada islaamka iyagoo hogaaminaya jacfar bin abi daalib oo ahaa safiirkii rasuulka etoobiya oo halkan joogay ilaa iyo 16 sano إلا أو كان نقضي وقت في فتح خيبر مركا جالية دا مسلمين تاها إجيس كأفريكا تمد أصحاب الرسول الله أها راد بيكا غتك تاي دين تاي إسلام فأي أهل كان لي يرهدا مالها أي مرمرين نوحا كمد هذا اللي يرهدا دول أي سومالي دو دكتوس زي العيو كالاتي هذا حقيقة لومه ولكن منطقة إجيس كأفريكا أي يي مادين خلنا ويك قط بين بالليلة. مرك الإسلام بجيس كف حلقة سوقة. حلقة سوقة عري سوى المدينة بقى قارن بالأوجيسي. هذا هو حل أوجي هاي إن إسلام كو ولي هاي كوحو هي مذاهبه. إسلام بجيس كأفريقيا سوقة عري كجري كابو أها نوعها ما عيسيتي. إسلام كو كدين أهان بوسو قاري مركا أو كبلو ذي لكن دم وتطور إسلام كو أمرك ورتنا د إسلام عن أفكار بشر كو قيب سمين بو هاي وتحل رسالة الرسول مبادئ الإسلامي جه أساسي هم بلو حتى أحكام دين تهذا بعدين وقت يومين الدقنين صح مركي مسلم ودولة ويا شيء وخلافي وفرق يحركوين يحزبية وكذا بحينا كل بق حزب يسوق جارة دول كان فكر كقوته أيا كهنا قاعدي مركي حزبية أيا إسرائيل ريبة يمذاهب يجانا وانكسو وانكو داردونا مركا إسلام كمركي وهو رئيس سورة داس بالله وجهه كسو جاري كدب قرنجي لباد هجرة ده أي أسئلة ثابن كرو وسو جاري هرت تدبات إنسان ما لها اسمك اللي لقيت جوا هجرة ده يا وحاي جميد سيد الله شيعه وفدي وهو قامين ينن خط عمل اللي يده هذا ودولة دي ربنا وما يوقت عبد الملك بن مروان بتشوفه بانو ملاينا يا جيسك أفريقيا سو جاري oo waxay ahayd noqoto geeska afrika xarakooyinka mucaaradka ee dawladda ka soo horjeeda meelo ay ku soo cararaan ah meel lagu soo gunto marka laakiin qoladaasi saqafa fikri ameyna ka tagin adu sida xoog badan waqtigii 122 hijrada markii laga joogo waa ki tawradii imaam zayd oo aala baytka rasuulka kamid ah salaatullaahi wasalaamu calayhi u reebin oo ku qaaday markii la jabiyay taageerayaashiisii badana xagga geeska afrika iyo yaman ayay u soo kala carareen dawladdaasi waxay ka dhacday kuufa ciraaq bay ka dhacday marka atbaacdii imaam zayd ayaa xagga geeska afrika qayb ka mid u soo qaxday umasdeeg baa lagu yidhaahdaa bugaagta taariikhiga ahaa oo aad ka akhri kartaa kitaabo fara badan baa wax ka qoray waxaa ka mid ah asoomaal wadana oo shacbana xamdi sayid saalim oo yemeni uu qoray كتبت سفي عن وجه كيسا مركا أم زديق بالله بحيي أم دي زيدية ده أم دي زيدية ده مركا أتباع دي إمام زيد أو في عدا على بيت كمدة هيدا يجلس كأفريقيا سو قاعدي صدح بقول أو سنة أي حابة صومالية كجري
مذهبك على بيتك مذهبك على بيتك وقربك زيدية قربك زيدية يعني مركا مذاهب حتى مذهبك على بيتك وقتك أو ما كلب بحين فكرة هانة سياسة هانة بقايبتي يعني مسلحة هذه ما مزيد هو قايمين أي قايبتي ثقافة ذي ما مجعفر هو قايمين أي قربك يعني جبهة هذا حق نص العربية كاريانتا أوكي سؤال كار سيدنا يعني سيد الأوجي هاي أضبو تدبات تميد يجي كوري أما سيد تميد كيجي كوري إن إلى أنت أن أبنا هاي إسلام كسوف جاء أما طيار ك تصوف كأي كبرنا الصومالية حقيقة صعب الله ذي تاريخ أهان التصوف كصومالي أنت إن أنت سوف موجود بين هرتا مركي هرا تبع فكر ككسور كمذهب أهان وحوها فكر كأتباع آل بيتك ومحل دليله. تي تنا كل شيء جاي وكتبت تاريخ ضايد جاي يعني زي دي هذا حقن سواق قلين. مدة كلاه وحاجر تهجروين يجون ضد قرشيين أو كسو عار رايل دهات كأي جيس كأفريقيا سواق قلين وضد كهذا سواق مالي دو بدنا أي ترى هذا وانكو أبتر سنة بهلا كم مده يعني وحا عبر دولة دي عباسيين تي يو أمويين تي اللي بدو بوي عدادين أمويين تونا هاشميين تي عدادين عباسيين تنو حي على ذين ين هذا الذين دالبيين تام الرعاة بدالب وحي قلا هذا تهير علي هذا تهير عقيل هذا تهير جعفر مركا صومالي ذا قبائل كود أنت بدهم حي شو كان إن جعفري إن يهين عقيلين هجرة جرتية وانو جيس كافريكا أسوها هجرة أو كتاب بدأ تاريخ ذي قرية سيدا مقريزي ابن حجر العسقلاني سخاوي شوكاني وحي قرية إن قويس كي أساس سلطنة ديه لديه جري تبرتك أما إفاد كهانا قاعدة جيس كافريكا قرن قيد لحادة هجرة ده إن كسو جيدين قرشيين إن كسو جيدين خي بني عقيل بن أبي دالب مركا بلشادن جبرتيين تا ليلة عقيليين تا هلكا كسو جيدان أدو سكودر وحا انتا سو كردن كوري مخزوميين يقونا كسو هاجيري حقاس حلقي عمر بن الخطاب او قوال كشاود دا قيو دولد دي مخزوميين تا اللي جرافر بقولو سان اتوبيا كتل نيسي يقونا اساسي طيب. كسو قدوبو وحا دالتاي دولد وينتي اسلامكو مركا دالتاي دولد دي مغويين تا دبداد عباسيين تا قبصدين دولة العباسيين توحي قاعدتي مذهب كحنفية ومنهج كرسمي قاعد دولة وقاعدتي مذهب كحنفية بعد أنا زيدية دي كده بيجيبي وقوي الصومالي السوق قالي علماء وأوين حنفية أي مركز أو صومالي أي كعبي سيد إمام كل إلى هذا فخر الدين زي اللعي أو قرنجي تدبادها ومذهب كحنفية سيد إمام النووي أو كلوها صومالي بوها جمال الدين زي اللعي أو يسوون النسب الراية في تخريج حديث الهداية وابن حجر عسقلاني مش أختي سكمله حافظ العراق صاحب كيها وسنة صومالي بوها مش أخفر بدنا حنفية أي كك علي وقوي صوماليا وزي علي عام الجبرتيين لو ما عدري تاريخ ذي إنه ولا يعني منكس ابن حجر يعني وهو قرن جيس الديداد يعني حتى حلق أنا جوجنو تقريبا تضاب وقلص سنة كهر أوكي سيدي حل يلا أتشيل الحافظ الذهبي مش أخذ سوى حاكم ده يسنا أو الحافظ المقدشي إن اللي هجري صام مش أخذ كسو قال إن جبي سي ما ممكن اللي هجري يحيى العمراني أو مش أخذ الشافعية دي وين القرن اللي شنات كم دهها يسوقون السيدة وكلا يترك فر بدن الصومالية باكو جري مركها مذهب كحنفي جها صواب بحي هذا مذهب كشافعي جها كسو طب بحي مركا مذهب كشافعي جها مذهب كإمامي جها لفتي سو بسو قارو نمن شيرازيين لديه جري أو كهنا قاري مر دولة كسمية حوادها صومالي سيدا مقدشة أو كلاتو مسجد كأربع ركن ليلة هذه إيو شيرازي كل ليلة هذه إيو تاريخ أحمر بسي يقول إمامية هاين بالليلة هذه مذاهبتي وحي استبس عبان بمذهب كشافعي جها أيا كود غالب نقضي مذاهبتي كلاتو ماشي كساري انتي وجودا بيسي وحا ور مذاهبتي هرينا وحكي تشوغين أها لديه كراو وجودا بي من بطوطة وتدبب قولو سنة كهر انت هذي قالين شافعية ما دام عاد شافتي إن حنفيد أي سوق قارين حل يا تضاب وقلو سنة كهر إس الحل قاسو كلا إنه بطوطة وحقرية إن زي العيا هيد مجال الشيعة يعني
وهذا كان سوت يعني حولي هي زي العقلبية دتك دجاني وحياة هاين الشيعة هاين بولي هاي ده وي ودجانان كرين أو يسوقان يعني حتى كنت سنة سنة هراقي فكر مذهب كشيعة وباقيها مذهب كحنفي هنا سيدة وكلاتين لكن لبعض بوحاء اكتساحي مذهب كشافعي جها لبعض بوحاء اكتمري مذهب كشافعي هي طريقين كيسوفية ده أو يجوا نصيحة بدن حاجة يمنيد وقيمت ما كمان كشافعي ما كان مصر بوكا سوق على الصومالية مثلا ما يحوكا سوق على حاجة يمن وحوكا سوق على زبيد يبيت الفقيه يتريم يحقا سوق سوق على marka madhabka shaafiiciga ah oo dhinaca tarbiyadana duruqda suufiyada kulli faaqana mashayikhdi marka xooga ugu fidiisay dariiqooyinka suufiyada iyo madhabka shaafiiciga oo wada jira yemeniyiinta waxa kamid aha sheekh ismaaciil jabarti ninka la yiraahdo sheekh cali bin umar ashadali makha ku aasan oo sacduddin oo boqorkii muslimiinta geeska afrika walaashi guursaday oo halkan yimid sayid caydarus alcadani oo saadada alba calawiyinta sharafta yemen xadramaut kamid aha mashayikhdaas baa si xoog badan dariiqada ugu fidisay sayid abdullahi alhadad oo tilmiidkiisii sayid cali nadiri u soo diray marka madhabka shaaficiyada iyo dariiqada suufiyada oo wada jira ayaa ka qaalib noqday oo Soomaalida madhabka rasmiga ah u noqday madhabti kale tan meesha way ka baxeen inkastoo ay raadadkood wax kamida ay ku hareen oo matalan hada tashayuu oo kale suufiyadu bade maadaama aalabeedka ay ka fogaayeen dad maxabada aalabeedka qabaayeen hadana deeradkii aalabeedka atbaacdooda ay sii joogay uu sii xoojiyo suufiyada Soomaalidu dadka aad aalabeedka wala tacaduf ay kamid ahay okay sayna waad maadsan tahay taariikhda faahfaahsan marka madhabkii shaaficiga oo kulli faaqan dhanka tarbiyada suufiyadii xagga caqiidana ashaacirada ah baa soomaaliya waqti dheer marka intii madaahibta kadib sii joogay kooxahan dambe oo aqaan muslimiinka iyo wahaabiismka iyo oo weliba iyagana sii kala daadaatay goormay maadin geeska afrika oo ay weliba weerar xoog leh ku qaaday islaamkii tasawufka kulli faaqnaa ee shaaficiga ahay sii joogay sida loo ogsoon yahay qarniyadan dambe oo dhan Soomaalidu waxayna ahayd shaaficiyo ahlu dariiqo ah sida uu qorayo Richard Burton oo ah ninkii Ingiriiska ahaa ee sahamiyay Soomaaliya oo dhul fara badan oo Soomaaliyeed maray iyo mashayikh fara badan oo deeyaguna soo ziyaartay Soomaalidu iyada oo marka boqolkiiba boqol muslimiin ahlu dariiqo ah oo madhabka shaaficiyada haysta aha yaa waxaa yimid qarnigii hadda inaga dhamaaday 20aad bartamihiisii adigu lixdameeyadii aageedii loodkii ugu horeeyay ee wahaabiye ee geeska afrika soo gala markii ay wahaabiyadu qabsatay xaramkii ee fikirkii wahaabiga ahaa ay isticmaalkeena xoojiyeen ee dunida islaamka in loo faafiyo la damcay petrolkii sacuudiga laga helay inaan lagu maalgeliyo ee qaybteenni baa inagana leenoo soo diray sahankii koowaad ee ugu horeeyay ee geeska afrika wahaabiyada fikirkeeda soo galiyay wuxuu ahaa sheekh nuur cali calo wuxuu ahaa reer puntland marka xagga lixdameeyadii buu yimid isagoo hadda lana ka yimid xagga ay khaliijka waxa kaleeto oo isaguna boqolkiiba boqol wahaabiyu ahaa lama dhihi kare ee gobolkeenan u dhashay oo fikirka ragga ku saamoobay ee afkaartiisa wax kamid aha keenay kamid aha nin la dhihi jiray sheekh yuusuf xayle oo isna ree awaara ahaa ninkaasina hadda lidna dadka xagga gobolkeen soomaalida marka la yiraa ugu horeeyay buu ahaa marka dadkaas baa ugu soo horeeyay sheekh nuur cali culo wuxuu saameyn ku yeeshay taliyihii booliska soomaaliya waqtigaas dowladda soomaaliya markaa dhalatay maxamed abshir habaane la dhihi jiray ha ayuu saameeyay oo fikirkiisa geliyay kadibna waxaa u sahlanaa marka dawladda aadan cadaam soo dawladda Cabdirashiid dawladdii Cabdirashiid inay ahayd baan jecelahay marka kadib towradii Soomaaliya markay dhalatay waxaa jirtay marka tandiim yar bay sameysteen wahaabiyadu oo qarsoodi aha adu ururo ikhwaan muslimiin kana waxaa keenay sheekh maxamed macalin oo azhar ka yimid oo isaguna u dhashay gobolka hiiraan oo sheekh mufassir oo cilmiga cilmi kalaam kale ku takhasusay jaamacadda al-azhar ka soo baxay asalkiisi ash'ariyu ahaa isagu laakiin loodkii hore ikhwaan muslimiinka ee azhariyiinta u badnaa ee fikirka ash'ariga hawatay yuu kamid ahaa soomaaliya isaga keenay siyaasad ahaan
لكن مركي صومالية إيو مركي مصر إيو إخوان المسلمين كي سكود عينا لجبية إخوان المسلمين كي مصر خليج كو عررين جيل كي دنباء إخوان كأوك عبادنا جيل كي خليج كسوق لنجبية فكر كو هابيق أوتي أيو نغضي نقالها نحيلاية دي خليج كي العقد سوتي أوكي مركا إخوان وهابي باي نصوب على إنسان إنت هالكا جارين أكاد حكا لك إخوانك إيو هابي إذا حرير كتح يا محوام حرير عقيدو أها محرير سياسات بوها محرير سيقود ومئن الإسلام كي هوري جيري ميت كدوان أو نوع كلا الله أبورو أها يعني على قصة ده كان حيسي إخوانك مركي سيهر وحوون ها حركة سياسية أو إسلامية أو عالمية وإن الدنيا دي إسلام كالدولة دي دعضة خلافة اللي سوعي ليح مذهبنا وميسن تعصبين لكن مذهب كأساسي هي كدولة يوحوها مذهب كأشعري عقيدة هاني فكر مرك الليلة وحسن البنا أشعري بوها أشعري بوها وحونا أها صوفي نبوها وطريقة حسافية دي شاذلية دي أيو كتر سنة هسا هاتي سلا وقتها وحكو يرى تعثر سنة وحلى إلى سلفية عقلانية أو رشيد رضا مدرسة ديسي ومسر كهنا قاضي وبربر نوهابية دي كلا يرى حق عقيدة وابن تيمية كو تعثر تن برنا بربر عقلانية دي كلا هي ستوش شيخ محمد عبده هي جمال الدين الأفغاني كو تعثر تن مركها نوع كل ك حالة دي جت المسلمين تأسسوا وذا جيدي كرتا أو فكر كسلفي هو الحق جرهين نوادتا فكر كسوفي هو الحق جرهين نوادتا فكر كعقلاني هو الحق جرهين نوادتا الشيعة حتى علفت هذا عن فوجين إن إبادية عن فوجين إن مسلم بارنا هاي الدول دوين سلام عن وذا دسنه ولي إن الجميستي دول اللي كان سكت القانون عليه أي هاي مرك الدول دي سلام كورن ولا جسور دوي مرك فكر كإخوانك مرك صوف فينا كدي مركي للجبيه وهابي وقع عن قلي يعني حلقي أول سادات أي درين كدي مرك صي ما حلقي نكي كهر ريال دي شر جمال عبد الناصر رئيس كل عين اللي جبيه سيد قطبي اللي دلي خليج كيو عررين مرك بقر فيصل كي سعودي جاي سو دوين سيجي معلمين اللي كانوا قدام سعودي كانوا أقول عادي مرك كدي با وهذه النمذي بس عامين كوي على تقابل كي بحنا زمان ملك رزق قوتك ملك قرارك بالي مركب مدرسة ده لقى فرع حمرة وهابي ده ده سعودي قال لقى مالجلينا يا ما قدر بقى لقى مالجلينا يا مكويت بقى لقى مالجلينا يا مركب يعني أصول ثلاثة هلا قولي وأمر يا ما قعينا إخوان بيكتها مركب جيل وحاك عي وهابي إخوانا وهابي إخوان وحاك لو يكمل ده سنين وشيخ محمد معلن لفتي سوي سوق أو أشعري رسمي هو مركب عقيدة كهلا يصف عن وهالله هذا نوحو soo dhaweysanay xarakadan dhalinyarada ah ee xamaasadeysan ee lacagtan wata inuu soo dhaweeyso shabakada xawanka soo galiyay ayuu isku dayay oo salafiyada markii hore uu soo jiidanay nin siyaasi ah xarakada islaamiga ana taariikhdooda wax kala socda oo mar aan si dheereen laga wareystay barnaamijka han noolaato wuxuu sheegay in sheekh maxamed macallin aanu u soconin aasaaska xarako إسلامية أما التنظيم كلية وهدف كيس إنه أد أبرة ضد الدين تا أرين تاس محد كلاس قطاع أو أتكبر هلا يضو تي أنا قو أنت معلومات كأنك هايو أرين تاس حقيقة ويكفوك تاي وايو شمحان معلوم حواها الرائد كإخوان المسلمين كجيس كأفريكا إخوان المسلمين البرنامج بيل هاي برنامج خودنا دولة الإسلام إلا دسايا هاي جيل حركة إسلامية وهو الدولة تأتي دي سلهاي ده هنالدل والبلاغة هنقاتي مركو سدو وكيل كوها هدون هين برنامج كحزب دي سكيف بنفلين هاي مركا لكن ده ظروف تأيا كلك قد سنة وحلقة يابا إنه إنك عالم كيسي هذا مرحلة ده هدل اللي جوجو حركة كم باقي كرتيد هرت بالتثقيف يوعي جلين سماء مركا شيخو بدنا وحكوها ولنا وعي جلين ده اللي يرينه سماء لكن ده تنظيم كو ودبي جوجا مركا وهرين حركوين كي سوجيو ما قاعد دون تام بهسي تاني حركة الوحدة اللي تجربة أنا قاعد إن شاء الله سيدنا وحدة ده إيوه دمان ما قاعد عن دمبا يوردي دمبا يسدي لوك على بحي وحنا كفا فاهم دونا قيب تلعب هذا البرنامج كأدي هذا يوم ما تسمت كومه تقولين يا إذن كنا وحلا دين كربا إن البرنامج كسيشر جريسان لو ذاك تنسى حبدين أنت أكو كل من دونا برنامج كنا كله وحنا كجت يا اسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.